السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو. اليوم فيديو جديد. كيف كتشوفوا الجو؟ راه كيبان لكم مشمش، ولكن راه واحد البرد كاين برا. ما نعاودش لكم. يلا هديت بنتي وجيت من المدرسه، فطرت البنات. شنو بغيت ندير دابا؟ وجبت اللحم من المجمد، غادي ندير شويه طاجين بالحمص واللحم، كيجي زوين صراحه. غادي نديروه على طريقه ديال اش كيقولوا لها، واحد اليوتيوبر الصراحه نسيت على سميتها، سميتها مطبخ امينه المراكشيه، كدير شي وصفات زوينين تبارك الله عليها. عندك هي وحليمه الفلالي، الصراحه كنستافد منهم بزاف في الماكله، والاكل ديالهم كيصدق البنات. يلا مطبخ امينه المراكشيه ولا حليمه الفلالي، اللي تبارك الله عليهم المطبخ ديالهم 100% كيصدق، 100% كيصدق والله، ضروري تصدق لكم الاكلات ديالهم، ميمكنش ميصدقوش لكم. لهذا غادي ندير اليوم الطواجن بطريقه امينه المراكشيه، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف كتعرف خبز دار عندي رانا عاجناه. غادي ندوز نوجد الطواجن وغاليكم معايا، نتمنى تدوزوا معايا هاد النهار زوين. هنايا جبت الحمص من المجمد، درت معاه الماء والقرفه والملحه، وغنخليه يتسلق. كنهضر شويه حيت بنتي ناعسه، راكم عارفين كندير مونتاج متى كتكون بنتي ناعسه. غادي نخليه يتسلق مزيان وندوز نوجد اللحيمات ديالي. خديت اللحم قطعته على الشكل هذا، كديروا القياس اللي غادي يقدكم. المهم هنا غادي ندير معاه مشويه الملحه والبصله مشلضه، ونخليه يتقلاو مع بعضياتهم مع شويه الزيت. ايوا الحمص كيتسلق، ما ياخذش ليا الطياب. من بعد ما تقلى ليا شويه اللحم مع البصله، كيف كتشوفوا البصله طلقات الماء ديالها. غادي ندير هنا واحد جوج معالق صغار ديال الحكمه طيشه، ممكن كنكونوا تستعملوا حتى مطيشه العاديه. انا درت الطريقه ديال امينه، درت جوج معالق صغار ديال مطيشه الحك، وغنخلط هادشي وغندير التوابل. البنات هنا ضفت شويه البزار، وخديت شويه من الماء ديال الحمص اللي كيتسلق فيه، هو اللي زدته هنايا. غادي نخلط هادشي مزيان، شوف كيفاش كيجي معلك هادشي. ما كديروش فيه الماء الروبيني، كتاخذوا من الماء ديال الحمص اللي هو دار، الحمص اللي كيتسلق. البنات هو الحمص طاب، الماء ديالو كيف قلت لكم درت به غادي يطيب فيه اللحم. دابا غادي نسد عليه حتى يطيب، وعاد غادي نوريكم البقيه ديال الطريق. هنا ضفت الكمون والتحميره، وزدت مازال من الماء ديال سميتو ديال الحمص، هو اللي طاب فيه، راه كملته كامل. صافي نخليه اللحم شويه يطيب، غادي نقلبو باش نخلط ديك العطريه. تما هناك فاش يدخل داك الكمون وديك التحميره، وخلي هاد الماء كله ما غاديش يبقى البنات، مازال حتى غادي يطيب فيه دابا اللحم، ومن بعد غادي نضيف عليه الحمص يكمل في الطياب. هو راه طيب غير يدخل معاه ديك العطريه. ثم يا المشاهدين طواجين طاب، دابا عريت عليه غير باش نشوف شويه، ولكن غادي نطفي عليه دابا حتى شي شويه غادي تشوفوه نشف الراس، وهادشي راه طالع فوق كيبقبق،
شويه غادي ينشف الراس ونبقاو بعدا فين نغمسوا. الحين ما طابت واجي نطاب، وهي الطنجيه ديالي وجدات. تمشي نجيب بنتي من المدرسه، راه جمعت الصالون واحد الجميعه خفيفه البنات. المهم البنات خبر لكم، وهو رانا هضرت مع ماما، مشات شافت لي الحيف اللي غادي ندير، وغادي تشوفهم كيفاش دايرين. وغادي ندير حتى الخدادي، غادي نجيب كل شيء من المغرب، لان العبار اللي بغيت هنا ما تتكونش فيهم العماره زوينه صراحه، لان انا بغيت العماره ديال المخيط بحال ما هكا، ها بحال ما هاتي، بحال هاد العماره واقفه ماشي هنا في سميتو كاين هاد المرخيين، ما زوينينش الصراحه، هادو ما زوينينش. لهذا ماما صافي راه شافت ليا الحيف، وراه دفعات باش يبداهم ليا، وغيصيفطهم ليا ان شاء الله مع الراجل، مي غادي يكملوا ان شاء الله. طلع ليا الثمن رخيص زوين، تيجيو نقول لكم الثمن ديالهم وتشوفوهم كيفاش دايرين، وتيجيوهم عاد غناخذ الخاميه باش تكون قريبه ليهم في اللون، باش ما ناخذش يكون هذاك اللون فاتح وانا ناخذ مغلوق، ولا انا ناخذ الفاتح وهو يكون لون مغلوق. المهم هذا ما كان، ايوا دابا نمشي نجيب بنتي من الحضانه. المهم البنات هنايا هاد المخدات اللي كيبان لكم مزوقين، عجبوني بزاف وصيفطتهم لي، ما عرفتوش واش غادو ولا ما عندوش. بغيت زعما ندير منهم ثلاثه، وندير ثلاثه في الصفر وثلاثه في الكري. بالنسبه لهذوك الطوالات ما بغيتش انا نديرهم، انا غادي نوريك التفريشه اللي غادي ندير. بالنسبه للحيف لقيتهم في الصفر، حيت بزاف التعاليق جاوني سناء ديري الصفر ديري الصفر ديري الموطارد، وقلت نختار. اجي نوريكم التفريشه كيفاش غادي ندير لها. شتو هاد الصبير هادي ثلاثه الخدادي كيفاش جاوكم، حيت بزاف كانوا جاو التعاليق على ديري الموطارد ديري الصفر ديري الصفر. انا اختاريت الصفر والكري مع وحده تكون مزوقه، والحيف حتى هما حاليا درتهم في الصفر. البنات نجي دابا شعلت على الطاجين، شعلت الفران باش غادي يسخن ليا نسخن الخبز ديال الدار. مشيت اخت خواتاتي للعادي، ومشيت عند داك اللي كيبيع اورو، خديت هادي، خديت واحد الشطاره بالعصايه، ها الشطاره العصايه، خديت هادي. هادي شناهي كيخرج البرد، هذا كتصوطي به المجمر، ايوا المجمر ايوا السماوي ايوا. خديت شي فلورا شابة غنديرها غدا، غنديرها غدا مع الدجاج ماشي مع اللحم. وخديت البيض، خديت البيض هكا، الزبدة الزبدة، خديت العصير نكتاري، خديت هاد العصير حتى هما واحد ديال منوع يعني فيه بزاف، فيه هادشي كامل كيقولوا ليه ميتي فيتامينات. وخديت هاد الايس تي ديال الخوخ كيحمقني، عجبني ايستي ديال الخوخ. خديت هذا غير الماء مع الفواكه، هذا غير بحال غانيه. الخف خديت البصله، خديت غير هذه هاد الصغيره حيت راه عندي. خديت هاد سموتي فيه الخيزو المونغ او باستيناك، يعني واحد الخضرة الخيار الخيزو الحامض والمونغ وشوية الدلاح، ولكن المذاق اللي غالب بزاف وهو المونغ وخيزو. هادشي فيها من فيه صراحة، المذاق ديالو واعر. نهار كنت مشيت البارح كنت مشيت الكلينيك وهشام كنا دايزين، خدا واحد ذقته معاه وعجبني، تنديرو في الثلاجة وخلاص. خديت له العصيرات، هذا 0% ما فيهش بزاف التخربيق، فيه هذا الحليب بسميتو بالفريز، وهذا شوكومير حليب الشوكولا. وصافي راه الطاجين كيف قلت لكم شعلت عليه، الفران راه شاعل كيف كتشوفوا. غادي ندوز باش غادي ندخل الخبز ديال الدار يسخن ونصيف شلايده. البنات ها هو الطواجين ديالنا كيجي معلكم فلكم تلك، او شلايده غادي ندوز انت شوه خبز الدار سخنتو. يا الصراحه البنات جا بنين 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 بنين، والصراحه كيجي بنين باللحم ديال الغنمي، وكاد درت فيه دابا العجلي.
درت فيه البكري المعزي. المهم هو كيجيب الغنمي حسن عرفتي، حيت كيجي معلك بديك الشحمه ديالو. دابا ها نتوما جابنين الصراحه، تبنتي كلاتها وطبيسي راه كملات وخلات غير هذاك الشيء. سيري يلا سيري خمنا باباتو، يلا سيري سيري عند بواك، سيري حكي سنانك طان دو بوتسي. ايوا صافي دابا غادي ندوز نجمع الكوزينه ونطلع ندوش انا وبنتي ما فعلا تاركه ونكمل عظيمتنا وديك الساعه ننزل. ايوا قول لي اشنو رايكم في هاد الطويجين عيد كبير. شكرا على مشاهده الفيديو حتى الاخير، وتهلاو فريوسكم مع فيديو جديد ان شاء الله، وخليوا اراء ديالكم كيجاوكم الفريش ديال الصالون كيجاكم الكولور واش زوين ولا ما زوين. المهم هذا هو اللي صوتوا عليه وكان بزاف تصويت على الصفر.